تمام دي دي ده ده, ده المهم اذا مين اللي هيحط برضه ده دي مشكله كابتن ده ده, بقى ده السؤال بقى مين آه اللي هيختار اول ده مين يعمل آه اللي هيعمل الامتحانات مين اللي هيعمل الامتحان اللي هو هتعمل امتى اساسا ده الكشف الطبي ما تمش الكشف الطبي يا كابتن اسلام اللي هو اساس كل شيء اللي هو في البدايه اللي عليه ان انا اقدر بعد كده هجري ولا مش هجري هو اللي بيحدد اولا ما تحددش الورنر ما تحددش اختبارات الفيديو تيست ما تحددتش النهارده احنا في الحلقه بقى يا عم سمير ما هنعمل ايه ولا مهرب الحلقه يعني انا بطالب اتحاد الكره كابتن من خلال هذا البرنامج المحترم ومن خلال حضرتك اه يا جماعه النهارده القائمه الدوليه في خطر النهارده التحكيم آه طب لو يوم 25 ما بعتش هيحصل ايه خلاص يا كابتن مالكش ولا حكم في القائمه كابتن اسلام هي ايه القائمه ديت اه كل اتحاد اهلي هو بيديك يوم 25 من فضلك ابعت لي القائمه الدوليه بتاعتك فبتبعت قائمه الحكام المساعدين قائمه الفار كلمه الصلاة كله سبعه والشاطئيه لا مش كله سبعه امال ايه؟ احنا عندنا في الحكام سبعه تمام وفي المساعدين سبعه تمام عندنا ثلاث حكام في الفار ممكن نحط رابع يعني ممكن نزل سبعة، سبعة،, سبعه سبعة سبعه 14 وعندنا ثلاثه في الفار وعندنا, وعندنا في الصلاة اربع حكام النسائيه عندنا حكمه 2 شاهين ده وعندنا 23 2 يعني وعندنا 4 مساعدين محكمات 23 و4 27 وعندنا 4 في الشاطئية 4 في الشاطئية على 27 ب 31 بالظبط كده قبل يوم 25 حضرتك بتبعت لازم يبقى 31 اسم دول ويكونوا عملوا اختبارات طبيه وجري وكل حاجه <applause> كل حاجه كل حاجه ما عملتش انت حاجه لحد دلوقتي هل ممكن ياخد من اللي فات اللي فات ازاي كده اللي هم السبعه نعتمد نفس القائمه القديمه؟ اعتمدوا على اساس هو اصلا ما كشفش طبي يا يعني انت النهارده ممكن لا قدر الله واحد يسقط في الورنر لا قدر الله ورنر ده اختبار صعب جدا جدا حضرتك سقطت فيه انا ببعت البيانات بتاعتك لحد الدولي ان اسلام عدى الورنر عمل اختبار واللي بيقول الكلام ده المسؤول البدني اللي هو بيجي يختبر الناس دي ده بيبقى مصري؟ بيبقى من بره يعني مثلا هو عاده كان بيبقى امباكي بيجي امباكي دوت هو محاضر بدني الاتحاد الدولي بيجي يعمل اختبارات كلها وبيبعتها للاتحاد الدولي. طب مثلا انا هقول سي مثلا كابتن اسلام ده كنت حكم. فعملت ورنر حصل شد حصلت مشكله فخرجت. طب انت كمان ما حددتش امتى عيد لي اسلام قبل يوم 25. لازم يعني قبل 25. المفروض. اه. واسلام هيعيد هيشتغل تاني فانت النهارده ولا حددت كشف طبي ولا ورنر ولا امتحانات الفيديو تيست ولا حاجه خالص. ده دي المشكله بتاعت الحكام الدوليين. تعالى بقول لك على حاجه مهمه تانيه. النهارده يا كابتن عندنا تقريبا 5000 حكم طب ما بالك الحكام الدوليين اللي هم تقريبا بتاع حوالي 30 او 40 ما حضرتش ليهم حاجه طب ان احنا داخلين على مسابقه ممتاز ب في شهر 10 ممتاز الف في شهر 10 الحكام الثانيه دي ما جهزتش خالص فانا بقول ايه؟ قال اتحاد الكوره من فضلك عين حتى لجنه حكام حاليا تقدر ان هي تختار القائمه الدوليه تقدر تبقى مشرفه على القائمه الدوليه عشان الامور تطلع بشفافيه ما حدش من الحكام يطلع يقول لك يا جماعه انا اتظلمت لان من الصعب ان انا واحد بس يختار او واحد بس يحضر لكل الكلام كل ده كابتن اسلام ده صعب جدا جدا السؤال هو الاتحاد الكوري ليه مش عايز يعين لجنه حكام لحد دلوقتي هي دي المشكله يعني اللي احنا بنتكلم فيها هو فيه. عنده كلاتن ما هو كلاتن مش هيشتغل لوحده كابتن اسلام لا مع مجموعه العمل اللي شغاله معاه مش موجود مع كابتن المجموعه ديت كل اللجنه اللي فاتت قدمت باستثناء مدير اللجنه اللي هو الكابتن احمد ابو والكابتن تامر دورد. دوري دوري والراجل قال كده حتى انا اختار من ممكن اختار من الناس دي او ممكن اختار من الناس الجديده الحاجه الثانيه هو كمان من هو يعرف منين حد بيسميني مين يعني حد من الاتحاد من اعضاء مجلس اداره الاتحاد خلينا نتكلم بصراحه اعضاء مجلس اداره الاتحاد ولا حد من اعضاء الرابطه ولا حد من الرابطه ولا منين كابتن اتحاد الكوره هي لجنه الحكام تتبع اتحاد الكوره فهو راجل قال لك انا ما عنديش مشكله مين يشتغل معايا بس اهم حاجه انتوا عينوا كابتن ما مين هو اللي جاي مين اتحاد الكره هو اللي عين اللي هو مين بقى اتحاد الكره يعني أستاذ جمال علام آه وبركات اه اه اه, آه يختاروا زي لجنة, لجنه حكام كابتن بص يختاروا لجنه حكام رئيس واعضاء اه يختاروا لجنه حكام تشتغل في الفتره اللي جايه تبقى هي مسؤوله عن كيان المسابقه كله والراجل هو قال لك هي ايه ايه, هي إيه اللخبطه دي يا كابتن كابتن, كابتن لخبطه جدا 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 إيه والحكام النهارده بقت في مشكله ازاي بنتكلم بقول لحضرتك الموسم اللي جاي كده والناس تقول ما تبطل كلام عن التحكيم لا يا كابتن لا لا ازاي باللي احنا بنسمعه وهتبدا ازاي انت هتبدا ازاي تحكيم بعد اذنك يعني انا النهارده كحكم ماليش مستحقات ما عملتش اختباراتي هتبعت ازاي القايمة دوليه المشكله كبيره جدا 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 كابتن الاسلام مم. وده بينعكس على الحكم حلها حكم في ايه يا كابتن وفي اسرع وقت انا بقول النهارده قبل بكره وانا بتكلم اهو وده رساله لاتحاد الكره برئاسه الاستاذ جمال علام من فضلك استاذ جمال مش هينفع لازم تعين لجنه حكام رئيس واعضاء يبتدوا يشتغلوا الفتره اللي جايه النهارده تقريبا بقى يعني قدامنا 20 اسبوعين عشان تطلع القائمه الدوليه صح كابتن اسلام في حاجه مهمه هو ممكن الاختبارات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي تخلص في اسبوعين او اقل بقى ما هو لانه بكره او بعده انت كابتن انت يعني لا أنا انت لا ممكن ولا مش ممكن ممكن ده. لو ممكن. انت حددت مثلا سيفين بعد بكره الكشف الطبي مثلا في مركز الرياضي هيلو. الطبي الرياضي في مدينه نصر بعديها ثلاث ايام الوارنرز حلو الاختبارات اللي هي الفيديو تيست وصوره تيست والقانون سهل. ممكن دي في اتحاد الكوره تتعمل في يوم او يومين وتبقى القناه بتاعتك ايوه بس لو حصل ان في حد جاله شد هي دي بقى دي المشكله انت حتى كمان ما حددتش هتعيد له ودي تبقى مسؤوليه